انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تكاد لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً. خذ الوفاء وقضى ربك. حاضر حاضر. وقضى ربك وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوا وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوا صدق الله العظيم. وقضى ربك ألا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. يوم أن أتى رجل إلى سيدنا رسول الله قال له يا رسول الله إني أشتكي إليك أبي يأخذ مني مالي فقال له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ارجع يا رجل فأنت ومالك لأبيك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هي التلاوة القرآنية المباركة للقطب القرآني الإذاعي الكبير
والقارئ تلقى بملك المقامات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي الإذاعي الكبير وفخر قضاء الإذاعة والتلفزيون. كما تقدم